احتفالا باليوم العالمي للموسيقى في 25 يونيو، محمد عبده كيحي حفل فني مميز في الاتحاد أرينا جزيرة ياس أبو ظبي من تنظيم إكس كالتشر، وهي من منشآت ثقافية مقرها الإمارات. واللي كيميز هذا الحفل هو إنه لأول مرة في المنطقة راح يتمكن ذوي الاحتياجات السمعية والصم من الاستمتاع بالموسيقى من خلال تجربة لغة الصم وعدد من السترات المجهزة بتقنية تساعد من الشعور بالموسيقى. ومثل ما شايفين بالفيديو كان في نوع من الدبدبات والأمواج الصوتية بالفست لكترجم لهم صوت الموسيقى، وبالتالي يقدروا يتفاعلوا معها. يعني لأي درجة حلوة هذه الفكرة وتوتفل إنه كل الناس تقدر تستمتع بالموسيقى وتتفاعل معها. وغير هذا، لأول مرة في منطقة الخليج الجمهور راح يقدر يشاهد الحفل من أي مكان في العالم في الوقت العالمي على مسرح بسيطة لايف الافتراضي من خلال موقع المنصة www.basila.live أو من خلال التطبيق على الهواتف. يعني هذا الحفل راح يكون كتير مميز لأنه مش بس بيحيه واحد من أبرز نجوم الخليج والعالم العربي، كما لأنه كيتضمن أفكار مبتكرة وجمهوره راح يكون متنوع.